أهلا بكم. هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق رفع حدة التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط وأثار حالة قلق عالمية واسعة تبدأ بشكل الرد الإيراني المحتمل وصولا إلى المخاطر التي تتربص بالمنطقة حال اندلاع المواجهة العسكرية بين البلدين. ففي الوقت الذي ترفع فيه طهران شعارات الانتقام بعد الهجوم، تواصل تل أبيب عملية الاستعداد العسكري للتعامل مع هجوم إيراني على مصالحها داخل وخارج البلاد. تقرير لصحيفة بلومبرغ اعتمد على معلومات استخبارية أكد فيها أن الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها يعتقدون أن الرد الإيراني على هجوم القنصلية بات وشيكا جدا، حيث سيتخذ شكل هجمات تنفذها إيران ووكلاؤها في المنطقة على منشآت حكومية وعسكرية داخل إسرائيل باستخدام صواريخ عالية الدقة أو طائرات دون طيار، وهو ما تبلور عنه مناورات جوية بين إسرائيل وقبرص تحاكي عمليات ضد أهداف عسكرية في الداخل الإيراني تسعى لتجهيز المنظومتين الدفاعية والهجومية. أصداء الهجوم المحتمل انعكست على الداخل الإسرائيلي، حيث أكدت بلومبرغ أن البعثات الدبلوماسية الأجنبية تستعد بالفعل للضربات المحتملة وتضع خطط طوارئ للإخلاء والإنقاذ، وذلك إلى جانب منشور لوكالة مهر الإيرانية نقلت خلاله عن الوزير محمد رضا الشياني إعلانا بإغلاق الحركة الملاحية أمام الطائرات المدنية تمهيدا لمناورات عسكرية قبل أن تحذف الخبر وتنفي نشره. وأمام حالة القلق هذه، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن باستمرار دعم إسرائيل أمام أي هجوم إيراني، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن لوزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت. إذن لنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفينا مباشرة. أولا نرحب من واشنطن بالسيدة باسمة الغصين الخبيرة في السياسة الخارجية الأمريكية والمستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، على أن ينضم إلينا بعد قليل ضيفنا مباشرة من طهران السيد حكم أمهز الخبير في الشؤون الإقليمية. أهلا بك معنا إذن في المشهد الليلة. وأولا عندما نسمع أن الولايات المتحدة متأهبة ومستعدة لأي هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية، ما الذي يمكن أن نفهمه من ذلك؟ هذا السؤال ممتاز، وأعتقد أنه من المهم دائما لمسؤولي الأمن الأمريكيين أن يتحضروا قبل أن يكون هناك أي عملية، وعندما يحصلون على أي معلومات متعلقة بأي هجوم على حلفائنا بالطبع سيشاركون هذه المعلومات مع حلفائنا، لأن أي هجوم يمكن أن يحدث في دولة أجنبية ضد أي سفارة إسرائيلية أو سفارة أمريكية، وذلك قد يؤثر أيضا على حلفائنا وهم جزء من اتفاقيات أبراهامز. وأيضا من الضروري أن نعمل عن كثب مع حلفائنا لنضع خطة مناسبة. وأيضا خلال هذا الأسبوع مدير مركز الاستخبارات سافر إلى قطر وكان يساهم في المفاوضات التي كانت تجرى مع حماس، وهذا أمر إذن جديد، فهذا اللقاء مع من نعترف به كمنظمة إرهابية وجهود الوصول إلى وقف إطلاق النار ومنع هذا النزاع من التصعيد الإضافي، ولكن نحن نعرف أن نحن نحدد نتيجة هذا النزاع. نعم، ننتقل الآن مباشرة إلى طهران والى السيد حكم أمهز الخبير في الشؤون الإقليمية، وأهلا بك معنا أيضا في المشهد الليلة. إذن هل هذا التأخر الإيراني في الرد أمر متعمد؟ حياك أستاذ رامي وحيا ضيفك ومتابعي. بطبيعة الحال طبعا هو متعمد يستخدم كثيرا جدا، طبعا مرتبطة بدراسة الرد وكيفية الرد ومكان الرد، أيضا فيه نوع من الحرب النفسية، لأنه تعرف أن الإسرائيليين اليوم هم في حالة تأخر قصوى على مختلف المستويات، وبالتالي أيضا الرد يعني يستوجب أن يكون هناك خطط
ألف وباء وجيم، حتى يعني في حال رد الإسرائيلي كيف سيكون الرد الإيراني وكيف سيتعاطى مع الرد إذا تدحرجت الأمور نحو الحرب. هذا كله يحتاج إلى دراسة، وبالتالي الإيراني معروف أنه لا يتعاطى مع الأمور بالفعالية، يعني بمعنى أنه يرد مباشرة دون أن يكون هناك دراسة للرد. فعمليا الإيراني يدرس الرد ودرس الرد ودرس كل الخيارات التي يمكن أن تحصل، وأيضا تلقى رسائل كثيرة جدا من الأمريكيين. أقول لك هنا أتحدث عن معلومات أنه حتى في يوم واحد وصلت 6 رسائل من الأمريكيين بشكل غير مباشر، سواء كان عبر السفارة السويسرية أو غيرها. وكان هناك بعض الاقتراحات الأمريكية بأنه يعني هل يمكن إذا كان هناك وقف إطلاق النار في غزة، فكان الرد الإيراني أنه كان هناك وقف إطلاق النار وانسحاب للإسرائيلي من غزة بشكل كامل وإدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل أيضا. فعند ذلك يمكن البحث في الأمر، وبالتالي يعني كان موقف إيران هذا إطار لين، لأن الهدف هو دعم القضية الفلسطينية. يعني تبقى إمكانية التراجع يعني ممكنة هنا، يمكن أن نقول إذا نفذت الشروط. تصور أنه إذا نفذت هذه الشروط الإيرانية يعني عمليا غزة انتصرت، المقاومة انتصرت، وبالتالي لا أعتقد أن الإسرائيلي بوارد أن يدخل في هذا الأمر، ولا بالتالي أيضا لن يقبل الأمريكي بهذا الإطار. ولكن بطبيعة الحال الإيراني دائما يقدم خيارين، الخيار السياسي والخيار العسكري. يعني الآن قدم الخيار السياسي وفقا يعني للاقتراحات الأمريكية التي وصلت، وبالتالي هو يعني أعطى رأيه في هذا الإطار. أما الأمور الأخرى إذا وصلت الأمور إلى يعني يبدو أن الأمور، أنا بتقديري وصلت الأمور إلى حائط مسدود، لأنه يعني كان هناك رد أمريكي إيجابي كانت الأمور يعني ظهرت، ولكن طالما أنه لم يكن هناك رد أمريكي إيجابي فعمليا نحن ذاهبون إلى الرد الإيراني، يبقى الوقت والزمان هذا الأمر البعض. نعم، أعود إليك من جديد سيدة الغصين. هنا لنفترض أن هذا الرد الإيراني قد حدث فعلا وأصبح واقعا، بالتالي كيف يمكن أن يكون الموقف الأمريكي بناء على ذلك أو إثر ذلك؟ هذا سؤال ممتاز، ولكن يجب أن نتذكر أن أي نوع من الرد من جانب الولايات المتحدة يأخذ بالاعتبار التأثير وعلى الهجوم الإيراني. قد يختلف ذلك لو شنت إيران على سبيل المثال هجوما على الأراضي الأمريكية ولا ليس على أي مصالح أمريكية على سبيل المثال، وسيكون هناك جهود لإخلاء هذه السفارة. إذن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو إذن مستوى الضرر الذي قد نستطيع أن نصف به الهجوم الإيراني على الولايات المتحدة؟ إذن هذا أول أمر نأخذه في الاعتبار. والقضية الثانية هي الخطر، وخطر إذن توسيع وتصعيد هذه الحرب بشكل إضافي. ذلك كله يعتمد على مكان شن هذا الهجوم، لأن لأي مجموعة عسكرية من الصعب أن نتحكم بعدة ساحات معركة في الوقت عينه. إذن سيأخذ ذلك في عين الاعتبار، كم جبهة حرب هناك، وأيضا هناك تحليل فيما يتعلق بالتكاليف والخطر الذي قد ينتج على التصعيد والرد الأمريكي. وفي الوقت عينه لا نستطيع أن نسمح هجوم إيراني ضد الأمريكيين وأن لا يكون هناك رد على ذلك، ولكن في الوقت عينه إن قد يكون الممكن أن نقدم إذن إجابة أو رد مدروس، وقد يكون يتساوى مع أي هجوم إيراني. لذلك قد يساعدنا أن ندل أننا نقوم بالرد، ولكن في الوقت عينه نحن نلتزم ونحدد جهودنا العسكرية لكي لا تؤدي إلى تصعيد التي قد يكون ضد مصالحنا الأمريكية ومصالح حلفاء والاستقرار العالمي. قد لا يكون ذلك جيدا إن كان هناك انعدام استقرار في الشرق الأوسط. أعود إليك سيد حكام أمهز هنا، وما ردك على من يقول إن إيران إن لم تقم
بالرد فعليا هذه المرة، فإن الفصائل الموالية لها في المنطقة ستصلها رسالة سلبية بأن إيران تركتها لوحدها في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية. ماذا ترد على ذلك؟ لا أبدا، يعني هذا أولا سؤال افتراضي. الموضوع الرد الإيراني أصبح محسوما حتى بتأكيد الأمريكيين والإسرائيليين، بدليل أن التأهب الأقصى لدى الإسرائيليين هذا قائم هناك في صلات مكثفة، وأصبح الأمر يعني جنبك أشرت إلى بلومبيرغ وأن الرد أصبح وشيكا إلى آخره. عمليا لم نعد نتحدث عن ذلك، ولكن بطبيعة الحال أنا أقول لك أكثر من ذلك، سأذهب معك بالافتراضي. نحن نعرف أن العلاقة ما بين إيران وحلفائها في المنطقة هي علاقة عضوية، وبالتالي هم يدركون ماذا يفعلون ويعتبرون أنه في حال، وهذا بطبيعة الحال نحن نتحدث عن شيء افتراضي لن يحصل وأصبح مستحيلا، في حال لم ترد إيران فعمليا يدركون أن هذا عدم الرد هو في إطار ما يخدم استراتيجية محور المقاومة ككل. لماذا؟ لأن الهدف الآن، وهذا يعني لا نتحدث هنا بشيء سري وهذا أصبح معلن، أن كل الدعم هو يجب أن يصب في مصلحة غزة ودعم غزة. عمليا أي شيء يعني يصب في إطار غير غزة يعني محور المقاومة منضبط لا يخرج عليه. بمعنى أنه لاحظ الجبهة اللبنانية مثلا فتحت ضمن ثوابت وقواعد الاشتباك، حتى المقاومة الإسلامية في العراق، حتى القوات المسلحة اليمنية كلها ضمن يعني القوات المسلحة اليمنية مثلا لم تفتح جبهات أخرى مثلا مع الأمريكي وعن الإيراني أو مع غير اليمن. أيضا حزب الله لم يفتح مثلا معركة مفتوحة كبيرة جدا مع الإسرائيلي بحيث أنه يشتت التوجه نحو غزة. فهذا العملية، لكن أنا أعود أقول لك أن هذا سؤال افتراضي. أيضا دعني أقول لك أنه طالما أن نتحدث عن الرد، أنا بتقديري ويعني أي جزء قالته ضيفتك الكريمة، أن الموضوع الرد سيكون يصل إلى حافة الحرب ولا يؤدي إلى الحرب، يكون ردعيا إسرائيلي يحقق الأهداف الإيرانية ولا يحقق أهداف نتنياهو. أما الموقف نعم سيبتدي إسرائيل الضربة. لماذا؟ لأن الأمريكي الموقف الأمريكي سيكون أمور كثيرة. أولا واضح. الموقف الأمريكي مرتبط بتمرد نتنياهو على بايدن، سيكون حتى إلى أن نتنياهو يريد أن يورط الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية فيها التوريط سواء كان على مستوى الداخلي انتخابات رئاسية، على مستوى الحرب في أوكرانيا، على مستوى الحرب مع روسيا والصين في إطار يعني المعركة. نعم اسمح لي بالعودة من جديد إلى السيدة الغصين من واشنطن معنا مباشرة. وطالما أن الولايات المتحدة هنا لا تستنفر عسكريا فقط على ما يبدو، وأيضا لكن دبلوماسيا أيضا على ما يبدو عبر وسطاء لدفع ربما نحو التهدئة وفق ما تشير إليه عدة تقارير هنا، بالتالي هل يمكن أن نقول أن الولايات المتحدة رغم هذا الاستنفار تبقى تفضل الجهود الدبلوماسية والحل الدبلوماسي؟ Well, yes, of course. I mean, نعم بالطبع. The first line of defense أول خط من الدفاع لأي نوع من النزاع مع أي دولة هو دائما الدبلوماسية، وهو نفضلها دائما على القتال المسلح. لذلك هذه مقاربة أساسية أمريكية في وجه أي نزاع أو خلاف مع أي دولة. بالطبع نحن نفضل أن نتعامل مع الوضع بحسب الدبلوماسية وأن تحل المشكلة، ولكن للأسف عندما يتحول الأمر إلى نزاع مسلح. نعم ضيفان الكريمان، أرجو أن تتفضلا بالبقاء معنا لمواصلة النقاش، سنعرض بعض التفاصيل الإضافية ونعود إليكم لمواصلة الحديث بعد لحظات.